أهلا بكم مشاهدينا. تتغنى بألوان مختلفة وألحان جميلة، صوت شبابي قدم للغناء السوداني نكهة ورونق لطيف. أنتجت عدة أغنيات جديدة وقامت بتحديث في التوزيع لأغاني سودانية معروفة وخالدة في ذاكرة السودانيين. الفنانة السودانية سير عابدين في صباح العربية، طبعا مرحب بك وحبابك عشرة بدون كشرة. يا سلام. مرحب بكل المشاهدين وسعيدة جدا اني معكم اليوم. واحنا جدا سعيدين. سير، هذا الاسم الجميل اللي ماخوذ من سيرة، صحيح؟ أيوة صحيح. بنت ام درمان وبنات ام درمان، يا الله عليهم ما شاء الله، شملولات وبنات. حاسألك عن الطبخ بعدين، ولكن خليني اسالك عن الاغنية اللي اعدت احيائها من جديد، ام در وعودة. هذه الأغنية التراثية السودانية إيش حكايتها؟ أم در وعودها مبدئياً هي أغنية محبوبة جداً لأهل السودان كلهم. وتاني حاجة هي مرتبطة بأم درمان، وأم درمان هي رمز للسودان كله، يعني كسنتر وكتجمع لكل الألوان وأشكال من السودانيين. حلو. في إعادة التوزيع وإعادة إحياء الأغنية هي كان فيها جزء كبير شوق للسودان، شوق لأم درمان، شوق لأغنياتنا القديمة التراث السوداني الجميل، وحب في التراث السوداني. طبعاً نبغى نسمع، ضروري إحنا نبغى نسمع هذه الأغنية منك. جداً. يلا تفضل. وطبعاً نرحب بالعازف الحاضر معك خليل. يسعد صباحك خليل. هو كمان يعني كان الديدن في إحياء الأغنية دي. سلام. وإعادة توزيعها، وشجعني جدا على أنه أنا أقدمها بشكل جديد ومختلف. أكيد مختلف ومتميز. يلا تفضلوا. إن شاء الله. أزال دروع عودة نقول منها. أشوف نعيم دنيتي وسعودة، إمتى أرجع لمدر وعودة؟ أشوف نعيم دنيتي وسعودة، إمتى أرجع لمدر وعودة؟ أشوف حبيبتي وأنظر خدودها، كلها حنين وكلها شوق، صراحة جميلة جدا. طيب خلينا نرجع بهم شريم، إذا بنقدر نرجع على The Voice. أكيد أنت ما بتحب تحكي عن هذا الموضوع. بس هل شعرتي سير إنه محمد حمائي حصرك بلون محدد، وما قدرتي يعني سير غير قادرة على غناء ألوان متعددة صار الموضوع؟ هل هذا أثر عليك فنيا؟ صراحة لا، الفريق يعني اللي كنت موجودة في فريق حماقي، إحنا كنا مجموعة متنوعة وأشكال مختلفة جدا، يعني كل واحد فينا كان بيغني لونه وتراثه وبلده الجاي منها. فعشان بس تتناسق الموسيقى مع الجروب والتحديات والمنافسة، فاجتمعنا كلنا في مكان واحد وغنينا كجروب، يعني أكثر من ما كنا متنافسين مع بعض. طيب شو رأيك نرجع نسمع كليب من مرة من حياتي؟ مرة من حياتي. يلا يلا، يلا تفضل. حتى لو شي جميل سير، عن جد صوت رائع. طيب احكي لنا يعني دويتو اللي عملتيه مع جواد العلي شفناه قبل شوي، كانت اغنيه رائعه، بس ليش برايك ما حظيت بانتشار كبير هالاغنيه؟
شو السبب؟ متى تصورتوا هذا الأغنية؟ تقريبا من سنة ونص. من سنة ونص. طيب يعني تقريبا عمل جديد يعتبر يعد. طب ليش ما انتشرت بشكل واسع؟ شو السبب؟ مبدئيا أنا برسل تحية للأستاذ جواد العلي من هنا، وبحييه جدا ومبسوطة جدا بالتعاون معه في العمل المشترك. وعمل جواد ثنائيات ناجحة ورائعة. ثنائيات صحيح صحيح. ففي الفترة اللي اشتغلنا فيها الدويت كان شوية كنا بنمر في بلدنا بظروف طبعاً شوية صعبة، فالانتشار كان على منصاته هو الخاصة. لقت رواج ولقت حب وقبول من الشعب الخليجي والسعودي والسوداني كمان، لأنه هو كان فنان محبوب أصلاً بس غايب عن الساحة فترة على فترة طويلة. مظبوط. وأنت كمان صوتك جميل ورائع، وسويت ديوتو جميل جداً. أنت إنسانة لطيفة، تحبي تأخذ الحياة ببساطة، دائما مبتسمة، تحب الضحك. أبغى أسألك عن علاقتك بالفنانات السودانيات، واللي أعرف أنه هناك في علاقة مع الفنانة نانسي عجاج. كلمينا عن علاقتك بهم، كيف علاقتك معاها، خصوصا هي أيضا فنانة كبيرة ولها جمهورها. أيوة، برضو بحيي الأستاذة نانسي عجاج من هنا، هي صديقة وأخت قبل ما تكون يعني إحنا في نفس الفيلد ونفس المجال. كانت داعمة لي في فترات البدايات كلها، وكانت يعني سبورتيف جدا. وبعد كده اجتمعت معها في عمل بيتكلم عن المرأة، وهو أغنية لفيلم بتتكلم عن المرأة وتعظيم المرأة وفي وقفتها في كل المواقف وكل كل أدوارها يعني. يعني علاقتك أهم شيء مع يعني مع الفنانات تحية. كمجتمع الفنانات السودانية علاقتكم جميلة، تدعموا بعض، هذا أهم شيء. ما في مشاكل؟ إحنا صراحة واحد من المسجات، واحد من الحاجات الضرورية جدا في المشروع في الحاجات اللي بعمل فيها، إنه أنا بدعم المرأة بكل حب وبكل الباور وكل القوة الموجودة عندي، ف يعني كل المجالات صراحة يعني، فأنا support them all. طيب إيش رأيك تغني لنا كمان أغنية أخرى من اختيارك، خصوصا حاضر معنا الجيتار والسلم الخماسي. سلم الخماسي اللي هو طبعا للألحان السودانية والجميلة. حلو جدا. أنا حابة أغني أغنية خاصة اسمها الغزالة. السلام. غزالة. أيوة، كلمات وألحان محمد حامد، وبهديها للشعب السوداني، وإن شاء الله تنزل عليهم بلسم إن شاء الله. تفضلي. ذنبي كنو دنيا دست في عيونك سر جمالا، أضحك ونضحك معاك ونهزم الهم ببسالة، شايلة هم الليل وهم النيل وهم النام عليك، لك سر. حتبقي معنا أكيد، معنا كمان اليوم مفاجأة حلوة السوداني في صباح العربية. خلفت أمي قعدت أحوم جهل الأمور الخافية.
الشاي والقراصة والتقلية عناصر أساسية في المطبخ السوداني الغني بالأصناف والأطيب والمذاق المتفرط طبعاً. وجبات حلوة ولذيذة. اليوم في استوديو صباح العربية معنا الشيف محمد الشيخ. هلو سهلا بك يا شيف. حبابك عشر. حبابك مليون وحبابك بدون كشرة بقوله. بدون كشرة. شيف أنا صراحة ما أعرف كثير عن الأكل السوداني. أسمع بالكمونية، أسمع بالقراصة، بالعصيدة. إيش اليوم جايب لنا معك؟ اليوم الطبق الرئيسي طبعاً عندنا اللي مشهور هو العصيدة. هذه العصيدة بالتقلية. شو مكوناتها شيف؟ العصيدة هي عبارة عن دقيق دقيق الذرة عندنا هناك. أيوة. الذرة. أيوة بالذرة. بعدين المكونات اللي هي التقلية والنعيمية. التقلية هذه فيها فلفل أحس. لا ما فيها فلفل. هي مش حارة. بصل و... عادية. ما تقلية بس. أكيد طبعا. طيب وإيش الأكلات الثانية كمان؟ هذه عندنا الكبدة. أوكي. هذا الفول. الفول السوداني لا يعلى عليه. بس الحاجة الأجمل هي كمان الشية. شف الفول كأنه عليه شو الأبيض، لبن ولا جبن ولا؟ هذا جبن. جبن مع الفول. جبن مع الفول. واو. ومع سلطة شوي من نعم. فوق. سلام. تمام. شي حلو. عندنا الأكل كمان الأجمل اللي هي الأقاشي. الأقاشي هو أكلة شعبية عندنا في السودان. عبارة عن إيه؟ عبارة عن صدور للجداد مع تبولة شوي. يا سلام. والله. متبلة. يا تلعب. خضع الجمر الفحم. هذا فلافل شكله صح؟ وهذه فلافل. فلافل. أبغى أوقف معك عند الشيء شوية. إيش مكوناتها؟ عبارة عن إيه؟ هي اللحم عندنا نوعين، لحم العجالي أو الفراخ. الخروف. عندنا الخروف السواكلي. أيوة السواكلي. أيوة طبعا. حياك. فهم أكيد طبعا بتتعامل على الجمر. عندنا هي ثلاثة طريقة، هي بتتعامل على الصاج وبتتعامل على الجمر على الفحم. الفحم حلو. هذه هيلثي. أيوة. أيوة صحيح. هشة. تشوف سير شو طبقك المفضل من هالموجود على الطاولة؟ كلهم بدون استثناء. السؤال اللي يطرح نفسه يا ليث هي، وانت تحبي تاكلي ولا تطبخي كمان وتاكلي؟ هل انت شاطره في الطبيخ ولا لا؟ احب اكل. تحب شو اكثر شيء، اكثر طبق سوداني بتحبيه عاده من الطاوله دي بشكل عام وليس من على الطاوله؟ والله يعني احنا احنا عشان متعودين على الطعم، فكل كل الوجبات عندنا ما شاء الله أنا أحبها. نعم. بس ده تحديداً العصيدة النعيمية. النعيمية. إيش مكونات النعيمية هذه؟ هي عبارة عن ملح، هو زبادي مخلوط عليه وشوية اللي هي عندنا باسمها الفول السوداني المسعون اللي هو اسمها دكوة. دكوة بالسوداني. أيوة. وشوية النعيمية صح؟ وهي هذه النعيمية. هذه النعيمية وهذه التقلية. حلو. بس هذا الصحن ما كلمتنا عنه، إيش هو؟ هذا جزء من هذا نفس الشيء بس هذه نفسها اللي هي الكسرة السودانية اللي هي يعني الخبز اللي هي هي قريبة من الخبز من الخبز بس هي بتدعس على طريقة عندنا اللي هي اسمها الصاج. يا سلام يا سلام صراحة. أيوه. شايف هي الصاج تحشونا نفسنا بصراحة. اليوم حاكل وحاجر هي بتدعس. أيوه بتدعس هيك بعد ذاك بتطلع إن شاء الله على الطبق هذا. ممكن تتأكل بالنعيمية أو ممكن تتأكل بالتقلية. والله شيء لذيذ. كوجبة غداء وهذه وجبة فطور. أجيب فطور مع الشيء ومع الفول. يا سلام. وهذه وجبة العشاء مع الشيء ومع الكبدة. الله السودانيين ما يمزحوا في الأكل ما شاء الله. أكل متعوب عليه. طعمية رهيبة. أنكم تخلصوا عشان. عشان الصحن. كلنا نأكل عن جد. طبعاً هذه من العادات والتقاليد السودانية. سؤال أخير بس على الفلافل شيف، تعملوه بالفول ولا بالحمص؟ هذه والله يا اخي هي سيرنا مش كده. اسمه الكبكبي عندنا بالسودان. الكبكبي اي لكن هنا اسمه الحمص. الحمص هو الحمص. من الحمص. هي من الحمص. ايوه. طيب ايش رايكم كمان نروح نسال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ايش هي اكثر طبقه واكله سودانيه تحبها؟ وطبعا تنوعت الاجابات. تعالوا نشوف. محمد يقول انه يفضل عصيده من دقيق الدخن مع الزبادي السكر وهي حاجه منتهى الروعه. يا سلام. اما محمد الثاني يقول فهو يفضل العصيده بملاح نعيميه. شايفين زي ما قلنا النعيميه. وابو بكر يقول انه افضل وجباته في المطبخ السوداني هي كسره اللي هي عندنا وملاح باميه اللي هو الويكه.
طيب اللي هي الويكا بس هم الاثنين في باميه مفروكه في باميه ناشفه اللي هي الويكا. يا سلام. بس في لميس شوف شو بتقول بتفضل دمع الدجاج بقراصه بالقراصه والقيمه وقيمه اسمها قيمه القيمه اللي هي بالبطاطا البطاطس ولا والجزر لازم اتعلم على لفظ اسامي الاطباق. أيوة. واخيرا كان عندنا راي لداليا منصور بتقول بتفضل الافضل الطبق لديها هي سلطه الاسود اللي هي معموله اللي هي الباذنجان مع برضه مع الدكوه ومع الجزر. انا شفت ما شاء الله الفليفرز عندكم او النكهات عندكم قويه في المطبخ السوداني. تسلم يدك شيف يعني صراحه شيء جميله. سير نبغى نختم هذه الحلقة من المطبخ السوداني بأغنية من صوتك، ونعرف إنه بنات درمان يعني ما شاء الله يحبوا المطبخ والطبيخ طبعاً، بس أنت تحبي تاكلي وما تحبي تطبخي. أشكرك جداً لوجودك معنا اليوم وشكراً لمشاهدينا. أكيد انتهت حلقتنا ونشوفكم يوم الأحد، ولكن أترككم مع الصوت الجميل والأكل اللذيذ. أكل سير الصوت. شكراً يا سير، تفضلي. سير قبل ما نخلص، سير بتحضر مشروع جديد لعمل لبوب ماري بالإنجليزي رح يرى نور قريبا، هيك حكى الشعب ان شاء الله. تفضلي. بس الجيتار عشان نغني سوا. اي من غير جيتار، احنا نبغى نسمع صوتك. صوتك اكابيلا، تفضلي. طيب ههدي اغنيه للسودان بمناسبه المائده السودانيه دي، وبقول لهم نار البعد والغربة شوقي لأهلي والصحبة شوقي لكل جميل في الحي شوق للشيلة لو صعبة بين اليقظة والآخر تقول لي